دعنا نبدأ من مسألة خرق الهدنة أو خرق الاتفاق وهذا الهجوم وهذا القصف المستمر. وكان أصلا كان في يعني حديث ومحللين سياسيين كثيرون تطرقوا إلى مسألة رضوخ أردوغان للولايات المتحدة ورضوخه لهذه الفكرة ووقف فعلا العدوان التركي. بماذا تعلق على هذا الخرق؟ يعني هو بداية على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأمريكي بين تركيا وأمريكا الممثلة في نائب رئيس الأمريكي بنس، بالإضافة إلى وزير الخارجية يوم الخميس الماضي، أن هناك هدنة لمدة 5 أيام 120 ساعة. هذه الهدنة الهدف منها هو سحب الأسلحة الثقيلة وبالنسبة لوحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الأمنة. هذا الاتفاق على الرغم من توقيعه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية أشادت بهذا الاتفاق، إلا أن أردوغان دائما وأبدا ينقض بالوعود وينقض بالمعاهدات والاتفاقيات، والدليل على ذلك أن منظمة العفو الدولية وأيضا المنظمات الإنسانية والمرصد السوري لحقوق السوري أيضا يعني رصد العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار، ولعل ما حدث في رأس العين وفي بعض القرى واستشهاد أكثر من 14 مواطن يعني كردي أكبر دليل على أن أردوغان لا يلتزم بوقف إطلاق النار. واعترف بذلك ترامب اليوم عندما تحدث أن هناك خرق للهدنة، إلى أنه يعني حسب تعبيره أنه أطلق عليه أنه هو كان خرق بسيط بالنسبة للهدنة. طبعا البيان المشترك الذي صدر يعني وفقا لوقف العمليات في هذه المنطقة وهي المنطقة الآمنة، كان الهدف منه أن تقيم تركيا منطقة آمنة بالأمر الواقع وفرض الأمر الواقع على الجانب السوري. طبعا هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي أدانت العدوان التركي على هذه المنطقة. حضرتك أشرت إلى يعني منذ قليل أشرت لي أنه في 11 منظمة دولية طلبت بتحقيقات في مسألة استخدام أسلحة محرمة دوليا. يعني هناك أكثر من 11 منظمة حقوقية وإقليمية يعني دعت إلى إجراء تحقيق دولي نتيجة الانتهاكات التركية في هذه المنطقة، في منطقة الشمال والشمال الشرقي السوري. وفقا يعني صحيفة التايمز الإنجليزية تحدثت عن استخدام الفسفور الأبيض وهي أسلحة محرمة وكمية الدمار وكمية الحرقات الموجودة لدى الأقراض من خلال استقبال المستشفيات الميدانية للحالات الحرق الزائد. هذا يؤكد على أن أردوغان يستخدم أسلحة محرمة دوليا. المنظمات الحقوقية تحدثت عن أن أردوغان بيعمل عملية تطهير عرقي للمنطقة. أردوغان الهدف من هذه العملية يريد أن يصدر أزمة اللاجئين، ونحن نعلم أن وفقا للإحصائيات هناك 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا. يريد أن يجعل هذه المنطقة يعني يتم توطين هذه حوالي 2 مليون. وفي خطة معلنة، يعني هو أعلن عن خطة لهذا المكان. الخطة طبعا يمكن تقسيم قرى وتقسيم بلدات. يعني الخطة هو طبعا وفقا للمؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس تحدث عن إنشاء 140 قرية في هذه المنطقة، المنطقة الآمنة. القرية يعني تحتوي على 5000 مواطن كل قرية. إنشاء 10 أقاليم جديدة في هذه المنطقة، كل أقليم بنحو 30,000 مواطن. إذن هناك تغيير ديموغرافي في المنطقة. صحيح. وهذا ما يريده أردوغان والمليارات التي يريد سحبها من بالإضافة طبعا إلى أنه بيستخدم ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي، ولعل ما طلب به في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 عندما طالب ب 26 مليار دولار للمنطقة الآمنة وعملية البناء في المنطقة الآمنة. يعني دعيني أوضح لحضرتك أيضا أن المنظمات الحقوقية تحدثت عن أن أردوغان يضرب البنية التحتية لهذه المناطق. المنطقة هي عبارة عن 450 كيلو
في الشريط الحدودي ما بين تركيا وبين سوريا بعمق 20 ميل. يعني استكمالا لكلام حضرتك، هو يضرب البنية التحتية لهذه المناطق ثم يطلب مليارات من الأوروبيين لبناء هذه البنية التحتية مرة طبعا أخرى. هي الفكرة يعني الفكرة مش يعني فكرة بناء، هي فكرة استغلال الموقف. نحن نعلم أن هناك اتفاقية للاجئين تم توقيعها مع الجانب الأوروبي 2016، وهو بالفعل سحب على إثر هذه حوالي 6.6 مليار يورو، وتحدث الاتحاد الأوروبي عن هذا الأمر. هناك أيضا محاولة من قبل أردوغان أن يعيد ترتيب الأوراق من جديد في هذه المنطقة، الهدف منها أيضا السيطرة على المناطق الحدودية سواء كان بين سوريا وبين العراق. هناك أيضا عملية نهب للممتلكات الأقراض في هذه المناطق وخاصة في محافظة الحسكة ومحافظة الرقة. هناك أيضا نحن ليست هي العملية الأولى، هناك أيضا العملية التي تمت في 2018 والعملية التي تمت 2016 غصن الزيتون وغيرها، عندما تم تهجير أكثر من 150 ألف كردي من منطقة كوباني وأيضا منطقة منبج على سبيل المثال. الآن هو يحاول بقدر الإمكان أن يتواجد في هذه المنطقة ويدعي وفقا لتصريحاته اليوم أنه من الممكن أن يسلم هذه المناطق بعد حكومة جديدة، وخاصة أن هناك لجنة دستورية سوف تعقد، اللجنة الدستورية سوف تعقد في جنيف خلال يعني يوم 30 من هذا الشهر المقبل للتباحث حول كيفية وضع دستور جديد لسوريا وتشكيل حكومة جديدة. وهذا يؤكد على أن العملية عملية مطاطية، هي عملية طبعا ليست هناك أجندة واضحة أو مواعيد محددة لتسليم السلطة أو لإجراء انتخابات في سوريا أو كتابة دستور جديد، وبالتالي تواجده في هذه المنطقة هو تواجد مستمر. عشان كده هناك إدانات يعني كبيرة جدا سواء كان من الاتحاد الأوروبي سواء كان من الجامعة العربية، ولعل البيان القوي الذي صدر عن جامعة الدول العربية بأنه يرفض التوغل والعدوان والغزو والاحتلال للأراضي السورية، وأن سوريا لابد المحافظة على أراضيها وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.